ينطلق إذا مشاهدينا متابعينا الكرام شوطنا الثامن والمخصص لفئة الأبكار المهجنات. نتابع معكم هذا الانطلاق ونتابع معكم هذا التحدي ليبدأ مع المركز الأول والقيادة مع انطلاقتي واندفاعتي أرباح لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يسيطر على الأمور. المركز الثاني زعفران لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث التقدم من مربوشة لسعيد بن محمد بن حمد العويسي. انتقل الى المركز الرابع، رابع المراكز تتقدم الهدى لمحمد بن ناصر بن علي الخيالي. والمركز الخامس، المركز الخامس حدث لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. ننتقل الى المركز السادس، وفي سادس المراكز تتواجد السالمية لجمال بن راشد بشاوي القفلي، ايضا الوصول اتابع حشيمة لاحمد بن الصغير بن عبد الله اهل الشبي من يتقدم في هذه اللحظات. ننتقل الى المركز السابع، ننتقل إلى المركز الثامن في هذه اللحظات والنقلة على المركز الثامن، وأشوف الوصول والتسلل في هذه اللحظة من قبل الظبي لعبد الله بن حامد بن سعيد النيادي. تاسع المراكز العزرة لحمد بن سالم بن سليم أهل الشتبي. عاشر المراكز السريعة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة التي نتابعها ضمن هذا الانطلاق ونتابعها ضمن هذا التحدي وضمن هذه المنافسة التي تكون على أرضية ميدان الشعب، على أرضية ميدان اللبسة. الشعارات التي تتواجد بقوة دائما وأبدا وتشارك على أرضية هذا الميدان هي من أهم الشعارات. أعود مع المركز الأول، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يسيطر على المركز الأول مع انطلاقة زعفرانة وحضور زعفرانة المميز على قيادة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني وتابع السالمية لجمال بن راشد بشاوي القفلي بالملاحقة والمطاردة لناموس هذا الشوط، بينما الدور دور المركز الثالث، والمركز الثالث يتابع الهدى لمحمد بن ناصر بن علي الخيالي. ما شاء الله، رابع المراكز، رابع المراكز مربوشة لسعيد بن محمد بن حمد العويسي. أما المركز الخامس، خامس المراكز نقلتنا على انطلاقة حشيمة لأحمد بن صغير بن عبد الله بن بخيت الاشتبي. أشوف الوصول من جديد، من انتقلت إلى المركز الخامس في هذه اللحظات أرباح لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. كذلك التسلل من قبل الظبي لعبد الله بن حامد بن سعيد النيادي. ما شاء الله، هذه نتيجتنا من جديد.
هذه نتيجتنا من جديد. إذا مشاهدينا الكرام، العودة مع المركز الأول، العودة مع الانطلاق الأول وصدارة هذا الشوط والبداية. ما شاء الله، الهدى على المركز الأول لمحمد بن ناصر بن علي الخيالي، من يسيطر على الأمور ومن يسيطر على المركز الأول والبداية والقيادة. ثاني المراكز السالمية لجمال بن راشد بشاوي الغفلي منطلقا ومندفعا أيضا مع هذا الشوط ومع هذا التحدي. يا سلام، ثالث المراكز وتابع زعفرانة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. رابع المراكز أرباح لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. أما المركز الخامس فالوصول من الظبي لعبد الله بن حامد بن سعيد النيادي. ما شاء الله، واصل معنا في هذا الانطلاق ومتدخل معنا في هذا التحدي. ما شاء الله، الكيلو المتر الخطير. إذا نعلن من خلاله الانطلاق مع الامتار الأخيرة في هذا الشوط وفي هذا التحدي. وأعود مع المركز الأول، أعود مع الهدى التي تسيطر على الأمور وتسيطر على المركز الأول لمحمد بن ناصر بن علي الخيالي. ما شاء الله، يتقدم لازال على المركز الأول والبداية. المركز الثاني أرباح لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي في محاولات قوية لانتزاع ناموس هذا الشوط وانتزاع المقدمة. لمن سيكون الانتصار؟ لمن سيكون الفوز؟ يا علي بن سعيد يا الزرعي، اللحظات الأخيرة. إذا مع انطلاقة هذا الشوط، يا سلام، تنطلق الهدة. إذا مع المركز الأول ومع البداية لمحمد بن ناصر بن علي الخيالي. المركز الثاني مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامس، أيضا في محاولات أخيرة وخطيرة، ولكن الهدة هي من تنهد على ناموس هذا الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن علي الخيلي على فوز الهدة بالمركز الأول. المركز الثاني لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. المركز الثالث سالم بن راشد بن حميد الخاصوني. المركز الرابع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس لحمد بن سالم بن سليم الاشتبي.